سنروي لكم قصة طائر فلامينغو طاعن في السن. ها هو ذا الكهل في هذه المستعمرة، يبلغ من العمر 35 عاما، وهي سن متقدمة جدا بالنسبة إلى طائر فلامينغو. لقد أمضى الشتاء في إسبانيا ويقيم الآن في المستنقعات المالحة في كامارك. إنه المكان الذي يقام فيه مهرجان الغزل السنوي الكبير. يتحول الفلامينغو الكهل على الفور إلى وضعية الإغواء، فعليه أن يجد شريكة في أسرع وقت ممكن. الخيارات أكثر في بداية الموسم، وهو يعرف ذلك بخبرته. هناك الكثير من الطامحين بالتزوج هنا، يافعون وكبار في السن، طوال القامة وصغار الحجم، والوسيمون والوسيمون جداً. قواعد الغزل سهلة للغاية، عليك فقط أن تؤدي خطوات رقصة دقيقة جدا. يشعر الفلامينغو الشيخ ببعض الأوجاع التي لم يشعر بها من قبل، إلا أن خطواته مثالية تماما. أو لعله يظن ذلك، فلا يزال يعد نفسه الأكثر جاذبية في السرب بأكمله. لقد اختار أنثى يافعة، وسيحاول أن يوقعها في شباكه. حان وقت العرض الأكبر، فقد نجح في شد انتباهها. لسوء حظه تفتقر رقصته إلى السلاسة. لا يمكننا نحن البشر ملاحظة أخطائه الصغيرة، لكنها أخطاء كارثية في نظر هذه الأنثى. لقد فقدت اهتمامها به. هل يدرك أنه لم يعد يستطيع منافسة الآخرين؟ يملك أولئك الراقصون اليافعون الآن قدرات تفوق قدراته. في الحقيقة، لقد نضب معين الإغواء لديه. المغازلة بالرقص، يا له من تقليد جميل. لكن حين تخسر قدرتك على الرقص بشكل مثالي، فلن تجد شريكة. قضي الأمر، فالقانون صارم ولا يرحم. بالنسبة إلى العين المدربة، فإن هذه الرقصات علامة على صحة الذكور. بدأت صحة الفلامينغو الشيخ تتدهور، ويمكن للإناث في المستعمرة ملاحظة ذلك بسهولة. لن يجد شريكة. لقد ولت أيام قدرته على التزاوج وإنجاب الفراخ وتربيتها. في الواقع، فإن الأمر أسوأ من ذلك. لقد فقد الفلامينغو الشيخ لتوه مكانته في السرب،
ولم يعد أحد يأبه به. لقد أمسى أثراً بعد عين بالنسبة إلى السرب. بات الفلامينغو الشيخ وحيداً في المستنقعات، فريسة سهلة. تدرك مفترساته هذا الأمر وتنتظره حتى ينام في الليل، ولن يكون هناك أحد لتحذيره عند وقوع الخطر. فعندما ينتهي دور أحدها في المجتمع يكون مصيره الموت. لكن هناك حيوانات أخرى تتعاون فيها الأجيال المختلفة بشكل أفضل. يعيش سرب صغير من الدلافين قارورية الأنف قبالة الساحل الفرنسي. إنها عائلة تترأسها أنثى طاعنة في السن. هذه هي الأنثى المهيمنة. تحيط بها بناتها وعجولها. أربعة أجيال من الإناث المرتبطات بعضها ببعض بأواصر عائلية. الأم المهيمنة في الستينيات من عمرها وبدأت تخور قواها، وغدت عضلاتها أكثر صلابة ومفاصلها أقل مرونة. بصرها وسمعها وجميع حواسها الأخرى آخذة بالتراجع يوما بعد يوم. تتقدم الأم عائلتها عبر منطقة شاسعة تمتد من الريفييرا الفرنسية إلى كامار، لكن قدرتها على الملاحة كانت متذبذبة في الأيام القليلة الماضية. يبدو أن السرب يسبح في دوائر. وذات صباح اختل توازنها الدقيق. ضلت الأم المهيمنة طريقها خلال الليل، وعندما أشرقت الشمس لم تكن تعرف مكانها. إنها لا تميز هذا المكان. هل جاءت هنا من قبل؟ إنها لا تتذكر. لكن أين عائلتها؟ إنها لا تستجيب. كانوا جميعاً من حولها، لكنهم اختفوا. إنها لا تتذكر. تتجه الأم المهيمنة نحو متاهة. كيف لها أن تخرج من هذه المتاهة؟ لقد جاءت من هذا الطريق. لا، بل من ذاك الطريق. بدأت ذاكرتها تتلاشى، ودماغها لم يعد على ما يرام. لم تأخذ أي نفس منذ فترة، وبدأت قواها تخور.
ها قد وجدتاها. إنها متعبة للغاية وبحاجة إلى التنفس. يتعين على ابنتها أن تعلمها أبسط الأشياء مرة أخرى. هل تعاني الأم المهيمنة من الزهايمر؟ فقد اكتشف مؤخراً أن الزهايمر قد يصيب الدلافين أيضاً. تجتمع عائلتها من حولها الآن، ويشعر الجميع بالارتياح. يعبر العجول عن فرحهم. تربت كل العجول على يد الأم المهيمنة، وعلمتها أسلوب صيد مذهلاً. لم تنضم الأم للمجموعة بسبب افتقارها القوة الكافية، كما فقدت شهيتها وبدأت تفقد قواها. ساعة بعد ساعة، هل تعي أن نهايتها اقتربت؟ نفقت الأم المهيمنة في الليل محاطة بأحبائها، وغرقت جثتها في أعماق البحر الأبيض المتوسط. الرابطة بين الدلافين الكبيرة والصغيرة تبقى جلية حتى اللحظات الأخيرة من حياتها. خلفت الأم وراءها المعرفة التي نقلتها إلى عائلتها، وابنتها الكبرى ستتولى قيادة السرب الآن. إنها أقدم الكائنات الحية على وجه الكوكب اليوم. إنها نبتة تدعى بوسيدونيا. يبلغ عمر الأقدم بينها أكثر من 100,000 عام. وتمتد لعدة كيلومترات بين جزيرة فورمنتيرا في أرخبيل البليار وإبيزا. تؤوي هذه النبتة مئات الأنواع من الكائنات وكأنها غابة. تحميها وتمدها بالغذاء، وتقي بيوضها شر التيارات، وتضمن نمو صغارها بأمان. لديها قدرات استثنائية، فهي تساعد في استقرار قاع البحر، وتنقي المياه لتمنحها ذلك الصفاء المدهش. وتمتص ثاني أكسيد الكربون، فتخزن الكربون وتطلق الأكسجين بكميات هائلة أكثر بعشرين مرة مما تطلقه أي غابة على وجه الأرض.
إلا أن ميزاتها هذه هي السبب في مصائبها، لأن الجمال المحيط بها يجذب إليها أخطر المفترسات. في كل عام يأتي آلاف المصطافين للاستمتاع بمياه جزيرة فورمنتيرا الخلابة. لا يدرك الكثير من الناس مزايا هذه النبتة، ولا الوقت الذي تستغرقه لتنمو. فهي تنمو بمقدار سنتيمتر واحد كل عام، أي بمتر واحد كل 100 عام. لقد تدمر ما يعادل مئات الأعوام من النمو. وصارت مغطاة بالندوب. نتيجة لذلك بدأت نبتة بوسيدونيا تختفي من سواحلنا ليحل مكانها الرمل. ففي جزيرة فورمنتيرا فقدت بوسيدونيا ثلث امتدادها خلال الأعوام العشرة الماضية. لكن رغم إصابتها فقد عادت لتعمل ببطء مجدداً. تعالج جراحها وتلتقط غازات القوارب الضارة لتحولها إلى هواء صالح للتنفس، وترحب بجميع المخلوقات التي تحتاج إليها. تنمو هذه النبتة المعجزة الموجودة فقط في البحر المتوسط على طول السواحل من السطح وحتى عمق 40 مترا. واليوم تتعرض مناطقها للتآكل بسبب أنشطة البشر المتنوعة، بما فيها المراسي والبناء وتلوث المياه. إلا أن سرعة انتشار المعلومات أدى إلى سن القوانين على نطاق واسع لحمايتها. يعود تأثير البشر على البحر الأبيض المتوسط إلى زمن بعيد، لكن لا تزال هناك أمثلة على توازن العلاقة بين البشر والبحر اليوم. مضيق ميسينا هو ممر مائي عميق جداً بين صقلية وكالابريا. يذكر هوميروس في ملحمة الأوديسة أن المضيق كان موطناً للوحشين سيلا وكاريبتس، وكان على أوديسيوس أن يقاتلهما ليعبره. تمتزج مياه الشمال الباردة مع مياه الجنوب الدافئة وتوفر وسطاً تزدهر فيه الحياة. تجذب العوالق عدداً هائلاً من الأسماك. والأسماك بدورها تجذب أسماكاً أخرى أكبر حجماً تقتات عليها. ثم تأتي المفترسات المنفردة الضخمة. جذبت هذه الوفرة البشر منذ أن تعلموا الإبحار. ازداد تأثير البشر على البحر المتوسط في 100 عام الماضية، وصارت النفايات التي ينتهي بها المطاف في البحر أكثر تلويثاً وسمية وضرراً على البيئة. لا تزال الناقلة هيفن هناك قابعة في القاع،
بطول 334 متراً وكأنها برج آيفل ملقاً على جانبه، فإنها أكبر حطام في العالم. هل ثمة أثر للحياة؟ هذه البقع البرتقالية هي بكتيريا آكلة للصلب، إنها تغطي جميع أنحاء بدن السفينة، وبدأت مهمتها الطويلة المتمثلة بقضم كل سنتيمتر من الفولاذ. ستستمر بقضم السفينة حتى تنهار. لن تتوقف عن عملها حتى تلتهم آخر قطعة من السفينة. تمثل هذه البكتيريا أول أشكال الحياة على الأرض، وهي الأولى هنا أيضاً لتمثل عودة الكائنات الحية إلى هذا العالم المسموم. ربما وجدت الحياة موطئ قدم لها في الحطام، غير أن السم لا يزال قابعاً هناك. علمياً، لا تذوب المكونات الثقيلة للنفط الخام في مياه البحر، في هذه البقعة الملوثة تلعب كائنات حية أخرى دوراً هاماً، الإسفنج وأعشاب البحر والمحار والقشريات الأخرى، إنها تملأ المكان. ما الذي تقوم به؟ إنها تعمل على تنقية المياه، وكل يوم تمتص آلاف الأمتار المكعبة من المياه الملوثة وتنقيها. تتنافس مخلوقات الفلترة هذه على كل مليمتر مربع في هذا المكان. فلماذا تريد دخول تلك المعمعة؟ ما يجذبها لهذا المكان هو الأشياء القديمة الثابتة، مثل السلالم والقضبان والأنابيب، فهي تحب أن تكون في مسار التيار الذي يجلب لها العوالق التي تقتات عليها، والسفينة توفر لها الطعام والحماية والمسكن. فماذا تريد أكثر من ذلك؟ تشكل هذه الملايين من مخلوقات الفلترة قشرة حية تغطي الحطام، تسمى منتجات المرجان. ينقي هذا النظام البيئي الجديد المياه الملوثة تدريجياً، ما يسمح للكائنات الأخرى بالانتقال إلى هذا المكان. بدأت الحياة تمارس سحرها في هذا المكان الملوث، والنتيجة هي حطام سفينة هيفن بعد 30 عاماً من الكارثة. لكن ما الذي سيحل بها؟ وأين ستكون في نهاية القرن 21؟ لمعرفة الإجابة علينا العودة بالزمن إلى الوراء. هذه سفينة دوناتور، وقد غرقت عام 45 قبالة الريفيارا الفرنسية، وفي أقل من قرن صارت هذه القطعة من المعدن الخامل موطناً طبيعياً استثنائياً.
لقد نمت غابة فوق القشرة الحية التي تغطي بدن السفينة، إلا أنها ليست غابة من النباتات بل من الحيوانات. هذا هو المرجان البنفسجي. إنه نوع من المرجان يستوطن البحر الأبيض المتوسط. يجذب منظر المرجان الطبيعي العديد من المخلوقات الفضولية من قاع البحر، وأكثر ما يثير الدهشة هو أن هذه الغابة تتنفس وتخلق مناخاً محلياً حول نفسها. لقد تحول هذا الحطام إلى شعاب مرجانية حقيقية. داخل بدن السفينة أصبحت الغابة موطناً للعديد من الكائنات، فكل ما تحتاجه تلك الكائنات موجود هناك: المأوى، الطعام، الحضانة، وحتى الملاذ الآمن. هذا الهيكل المعدني أكثر من مجرد ملجأ، إنه مصدر للحياة. ألقينا أطناناً من السموم في هذا البحر، لكن هذا هو ما يقدمه لنا في المقابل: شجرة الحياة الرائعة هذه. إنها ثمرة صبره. يملك هذا البحر القدرة على الصمود، لكن إلى أي مدى يمكنه التحمل؟ إذا واصلنا هذا الضغط الشديد على البحر ولم نمنحه فرصة للراحة، فهل ستكون لديه القوة ليعالج جراحه ويجدد نفسه؟ لكي تتمكن كائناته من مواصلة دورة حياتها فتنمو وتعبر البر والبحر وتستلقي تحت أشعة الشمس وتحمي صغارها وتتكاثر وتتقدم بالسن في سلام، ولكي تستمر الحياة داخل هذه الجوهرة الفريدة، فإن علينا أن نحمي مصلحتنا المشتركة ونحمي بحرنا البحر الأبيض المتوسط.